الله ان شاء الله. طيب تعال نرجع تاني لاجواء الفرحه بملعب المباراه ونروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع صلاح محسن العائد بعد غياب. تحياتي ليك كابتن ايمن وكل ضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك لفوز النادي الاهلي والصعود للدور قبل النهائي، وان شاء الله تبقى خطوه كبيره جدا نحو الحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي. كنا مكملين في لقاءاتنا بعد المباراه معانا صلاح محسن نجم هجوم فريق النادي الاهلي. يعني صلاح الف مبروك الفوز والف مبروك العوده كمان، يمكن 3 شهور واول مشاركه ليك يبقى في مباراه مهمه زي كده، يعني كلمنا على المباراه النهارده وعدت لها ازاي؟ الحمد لله. طبعا النهارده ماتش صعب واجواء صعبه زي ما انت شايف، قدرنا الحمد لله احنا نصعد النهارده واحنا متعودين على الاجواء ديت، والحمد لله نقدر نفكر في اللي جاي والحمد لله الصعود. يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه نبقى حاجه كويسه ونقدر ناخد البطوله ان شاء الله. صلاح يمكن سوء توفيق هنا وهناك، يمكن المباراه باينه في الاجواء صعبه، لكن اعتقد ان احنا كنا ممكن نحسمها بعدد كبير جدا من الاهداف في الماتش الاولاني، وكمان النهارده كمان كنا ممكن نفوز بسهوله جدا، لكن كان في غياب شويه في التوفيق. الحمد لله طبعا احنا مركزين ان احنا نصعد، جايين نصعد هنا وفريق رجاء فريق كبير طبعا، ما بنلعبش فريق قليل لا، واحنا طبعا مركزين جايين مركزين ان احنا نصعد من هنا، واللعبه كلها ادوا اللي عليهم وعملوا اكتر من مجهودهم كمان، وان شاء الله نقدر ناخد البطوله ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي ما كانش عنده شك فيكم ولا 1%، كان كلهم ثقه انكم هتيجوا هنا وتصعدوا للدور قبل النهائي من مركب محمد الخامس. طبعا جمهور الاهلي لازم يبقى واثق فينا طبعا، احنا واحنا ادينا النهارده ماتش كبير جدا واللعبه كلها رجاله وقاموا باكمل وجه النهارده في المباراه وماتش صعب جدا علينا، والحمد لله يعني قدرنا نصعد من هنا. شكرا صلاح، بنتمنى لكم دوام التوفيق باذن الله. ربنا يخليك، شكرا. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع صلاح محسن نجم خط هجوم النادي الاهلي، مكملين في لقاءات كتير، خليك معانا وهرجع لحضرتك مره ثانيه. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. يمكن الفرحه باينه شويه على صلاح محسن يمكن اكتر من بدر بنون، بس بدر بنون يعني عقلاني جدا، وبدر بنون برضه في موقف صعب شويه، فاكيد طبعا كان نفسه يكون متواجد، ولكن ظروف المباراه وظروف المرض طبعا يعني برضه مأثره عليه نفسيا.